اهلا بيكم. دي قصة شاب مدير لشركة كبيرة لكن عنده مشكلة، وانه بيعاني من النظافة المفرطة، وكل ده بسبب مشكلة حصلت له وهو صغير. اول ما بنت بخت في وشه شوية تراب، ومن ساعتها مهتم بالنظافة وبيعقم ايده دايما، لدرجة حتى بيغسلها 3 مرات حتى قبل ما يتخلص من المناديل المبللة اللي بيستخدمها كل مرة. وفي يوم بيقابل بنت جميلة عشان تعمل مقابلة معاه، واتاري والدته هي اللي بعتها عشان تتقرب منه، لكن كان مستعد قبل ما ياخد الخطوة دي. واول ما دخلت بيفحصها من فوق لتحت، وبالصدفة بيلاحظ شمع في ودنها وبيطغش اللي كان بيشربه، وبيحرجها كمان قدام الكل في الكافيه اللي كانوا قاعدين فيه. مش بس كده، ده يسيبها ويمشي، وبتصعب على كل الموجودين وبيرجع للمنزل مرة تانية. وبتوصل والدته عشان تطمن عليه، ولسه هو بيفكر في اللي حصل، لكن والدته تنصحه انه يفحص عينيه كويس، لانه اكيد ساب البنت اللي بعتتها له ومشي من غير ما يعرف انها كانت جميلة، وممكن السبب في التراب اللي رشته عليه البنت وهو صغير، في انه بقى بيشوف كل حاجة مش نظيفة وبينشغل بالكلام، وبيكون الباب مفتوح وبتخرج آلة التنظيف اللي شبه المكنسة اللي بتنظف وراه في كل حتة. في نفس الوقت بتكون سيول في الشارع، وبتلاحظ روبوت ده جنب كوم زبالة، وبتستغرب ان لسه في حد بيستخدم آلات التنظيف بالمنظر ده، فبتطفي الجهاز وبتحطه في الشنطة بتاعتها وبتصورها الكاميرا، ولسه صن بيدور عليه وبيخبط فيها بالصدفة، واول ما شاف منظرها بيخاف منها وبيتوتر جدا وبيجري بسرعة. وتاني يوم بيحاولوا يراجعوا الكاميرات اللي في الشارع، وبتكون الصورة مش ظاهرة قوي، حتى لدرجة بيعلقوا اعلانات عن جهاز التنظيف المفقود، وبيحطوا كمان مكافأة على اللي هيلاقيه. في نفس الوقت بتكون سيول بتشتغل عامل التنظيف مكان والدها، لكن بتكون متخفية عشان محدش يتعرف عليها، وبتتعرض دايما للتنمر بسبب المنظر ده، وبيضايقها اغلب الناس اللي بتبقى في حالة سكر، فبتضطر تدافع عن نفسها. لكن بالصدفة بتشوف حبيبها وزميلها في المدرسة قبل كده، وعشان ما تتحركش قدامه فبتغطي وشها بسرعة وبتحاول تهرب من المكان بأي طريقة، وللأسف الكل بيطاردها وبيصوروها بسبب وش الحصان اللي كانت لابساه وهي بتهرب، وما كانش صن يعرف انها نفس البنت اللي بخت في وش التراب وهو صغير، لحد ما وصلت لمكان وحاولت انها تستخبى بأي طريقة، وبتخرج من شارع جانبي وللأسف بتخبطها عربية وبيتقلب صندوق الزبالة عليها، فبينزل صن بسرعة عشان يطمن عليها، فبتتوتر اكتر بسبب زميلها من المدرسة وعشقها في نفس الوقت، وبرضه رافضة انها تخلع القناع، وغصب عنها وهي بتتأسف بيقع منها قناع الحصان والكل بيعرفها، فبتتأسف لصن وبتديله رقمها وتترجى انه يتواصل معاها. فبيتعصب اخوها وبيطلب من كل اللي موجودين انهم يمسحوا الصور اللي صوروها بعد ما اخته صعبت عليه. وبعد فترة بتبقى سون مع زميلتها وبتلاحظ الفيديو اللي نزل على النت، وبتتريق عليها، وبالنسبة لها اللي شاغلها ان صن شافها وعرفها، وبتفتكر ذكرياتها معاه لما كانوا في الجامعة، وبتروح تقابله بعدها على امل انه لسه بيحبها، لكن اول ما شافها بيحاول يطهر ويعقم الجو اللي حواليهم، ولسه متضايق من مظهرها والصادم انه يفاجئها، وبيطلب منها تعويض عن الاضرار اللي عملتها لعربيته. مش بس كده، ده يعرفها انه عارف ان المكنسه معاها وبيطلبها منها بعد ما اخوها اتصل بيه مقابل المكافاه اللي كان عاملها، فبترجع البيت وبتضربه وبتقعد كمان فوقيه. وبعد فتره بتكون متشيكه وفي حفله هيكون فيها نفس الشاب اللي بتحبه، وبتتحرج وبتتوتر اول ما لحظتهم كمان بيتكلموا على الفيديو بتاعها اللي كانت لابسه فيه راس حصان، فبتخرج وبيروح لها حبيبها وبيعرفها انه لسه متعلق بيها على الرغم من اللي حصل ده كله. وبالليل بيطلب منها انه يخرج معاها تاني في ميعاد غرامي، وتاني يوم بتاخدها صاحبتها عشان تشتري له هديه، فبتقرر تجيب له بوكسر من بتاع القطن بيتكلم مصري، واول ما راحت له بيعرفها انه عنده مشاكل في شغله، فبيطلب منها وبيستغلها انها تساعده في الاعلانات اللي بيعملها. واول ما صورت بيشوفها صن بالصدفه في اعلان وبيقرف منها اكتر، فبتتفاجئ انه بيحاول يتواصل معاها بس ما تديلوش اي انتباه. وتاني يوم بتروح تقابل حبيبها تاني وبتعرف انه عاوزها في اعلان تاني، في الاول بترفض بما انه لسه ما صرحهاش بحبه ليها، لكن بيحاول يقنعها ان ده افضل بكتير من لم الزبالة، فبتتعصب عليه بما انه بيستغلها وبتسيبه. وبالصدفة اول ما خرجت بتلاقي صن قدامها، لكن بتعتذر له تاني وبتديله المكنسة بتاعته، وبتترجاه انها تديله فلوس التعويض على العربية اللي باظت اول ما يبقى معاها اي سيولة. وبيدخل الاسانسير بعدها ولسه حياته كلها ديتول ولايف بوي وخايف من اي جرثومة، وما بيكونش عارف انه بيعقم نسبة 99.9 بس، ولسه في 1 من 10 ما نعرفش عنهم اي حاجة.
وبالليل بتكون سول مع زميلتها وهي في حالة اكتئاب بسبب حياتها اللي بتتدمر يوم عن التاني. حتى اول ما رجعت للمنزل بتستغرب ازاي انها جابت هدية لشاب ما هوش مهتم بيها اصلا، وفجأة بتفتكر انها حطت الهدية بالغلط في شنطة المكنسة بتاعت صن. واول ما فتح الشنطة بيلاقي جواب بتطلب منه انها عاوزة تخرج معاه في ميعاد غرامي لو لسه بيحبها، لكن اول ما فتح الهدية بيتخض من منظر البوكسر اللي على شبه فيل. في نفس الوقت بتقوم سول من نومها بعد ما ضيعت نفسها وسكرت من الشرب، وبتدخل الحمام وبتتصدم ان اخوها كان لابس هدوم من عندها. حتى ابوها بدل ما يهديهم بيلاحظ انه سارق منه سجايره، وبيطلعوا يجروا ورا بعض لحد ما ابوها اتحشر وسط الغسيل. وبعد فترة بتتصل على صن عشان تقابله، واول ما قابلها بتعتذر له عن سوء التفاهم اللي حصل، لكن بيتعصب وبيرملها البوكسر اللي نسيته بالغلط مع المكنسة، وبيقف وبيديها رقم حسابه البنكي عشان تدفع له التعويض لإلا هيحبسها. فبتعرف انه شاف الهدية وكمان الجواب اللي كانت كاتباه، والحسن حظها بتلاقي ان السي في بتاعها اتقبل في شركة. فبتخرج وبتلاقي صن واقف جنب عربيته الجديدة وبتروح له، وبتلاحظه خايف منها لكن بتهدده وبتعرفه انها خلاص لقيت شغل وهتدفع له التعويض اللي كل شوية بيطلبه منها. وطول الليل الكل بيحتفل بيها بما انها خلاص هتعمل مقابلة للوظيفة الجديدة. واول ما راحت بتلاحظ ان كل اللي حواليها كانوا متمكنين عنها وعندهم ردود سريعة على كل الاسئلة، فبتنهار اكتر وبتنصحها زميلتها تحاول تاني مش هتخسر حاجة يعني، وبعد محاولات كتير بتفشل برضو. وتاني يوم بيكون صن مع عيلته وجده وبيلاحظوا انه بيقرف من اي حاجة لسه، ولسه شخص موسوس وبيحكي له جده عن انجازاته ومحدش طايقه اصلا في القعدة. فبيتريق صن عليه وعلى بيته اللي كله بكتيريا، فبيحدفه في وشه وبيفتكر المعاملة السيئة اللي كان جده بيعامله بيها طول حياته، وبيخرج وبينهار. وبالصدفة بيلاحظ سول اللي كانت سكرانة اخر طينة، فبتعتذر له انها مش هتقدر تسدد الديون اللي عليها، وبتحكي له كمان عن فشلها طول حياتها وقبل ما تروح بتقع غصب عنها وبتصعب عليه، فبيديها شبشب تروح بيه. لا وكمان بيأجل لها دفع الديون اللي عليها. وفي اليوم التالي بتروح تعمل مقابلة في شركة النظافة الخاصة بصن، وما كانتش تعرف انها شركته. وبعد ما اتقبلت بتبعت له رسالة بتعرفه انها خلاص هتسدد الديون اللي عليها، وبتعتذر له عن اللي حصل امبارح بسبب انها كانت سكرانة طينة وما كانتش تعرف ان مصيرها خلاص هيبدأ في الشركة معاه. وبتتفاجئ كمان اول ما شافته، وفي اول يوم ليها في الشغل كان عليها انها تنظف التواليت وبتسلي نفسها باي اغنية، وبتخض الشخص التاني اللي كان بيحاول يفك زنقته في الناحية التانية. حتى الموظفين يلاحظوا ان في حاجة غلط وبتخلص بعد ما شقة وتعب. واول ما خرجت بتلاحظ موظفة وقع منها احمر الشفاة بتاعها، فبتحاول تساعدها لكن بتتنمر عليها في النهاية، وكمان بترميلها المنديل عشان تنظف وراها. فبالصدفة يعرف صن اللي حصل وبيقف جنبها وبيوبخ الموظفة على اللي عملته معاها. وتاني يوم بتروح عليها نومة وبتتأخر على شغلها تاني، فبتحاول تلحق الميعاد بأي طريقة، وأول ما وصلت بتاخد بالها من إنه وصل للشركة، فبتحاول تعتذر له بأي طريقة وللأسف ما يقبلش اعتذارها، وكمان بينظف العربية مكان صوابعها. فبتنهار وبتبكي تاني وبتفضل واقفة قدام الشركة لحد ما الليل ليل، فبيلاحظها صن وبيقرر يوصلها في طريقه للمنزل. وطول الطريق بيبقى خايف لا تلمس أي حاجة بإيديها، حتى بينهار وبيبقى عاوز يتخلص منها وخلاص. وأول ما وصلها بيقابلها أخوها وبيأنبها إنها جاية متأخر، لكن بيديها الأكل اللي معاه ولسه مش في وعيها، فبتروح ورا صن بسرعة وبتديهوله، وبينهار أكتر وكأنه صعق البرق. وتاني يوم بتروح له وتشكره تاني في الشغل وفجأة بتبوسه، لكن بيدخل بسبب البوسة للمستشفى. وأول ما فاق بيأنبها تاني على اللي عملته معاه وإنها بكده كانت هتقضي على حياته. وبيمر الوقت ولسه شايف خيالها في كل حتة، وكأنها بالنسبة له زي الفيروس والمكروب ومش عارف يتخلص منها. فبيحاول يتخلص من الأفكار اللي في خياله بسرعة، وبيتصدم أول ما رشت عليه مية بالغلط وهو معدي من قدامها، لكن بيهزقها على اللي عملته وبيقرر يطردها من الشركة. فبتنهار سول جدا وبتصعب عليه، وبيحاول صن انه يعتذر لها بأي طريقة عن اللي حصل معاها، لكن بالصدفة بياخد باله من الورق اللي كانت بتمسح بيه دموعها
وبيطير فجأة وبيقع على وشه وبينهار تاني. لكن بعد فترة بيعرف خلاص انها بقت من نصيبه ولازم يتحملها بأي طريقة، لكن ما كانش يعرف انها جميلة جدا بالمنظر ده بعد ما حاولت خلاص تتغير هي كمان عشانه. وانتهى فيلمنا النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت واعملوا فولو لصفحتي على الانستا، وهسيب لكم الرابط في الوصف، ونشوفكم في فيديو جديد. يلا باي.